الاجواء داخل المنتخب صراحه المدرب سي هشام وضع اللمسات الاخيره للمقابله الاولى ضد المنتخب الكويتي اللي هو منتخب متمرس، وكل شيء تعرف القوه ديال المنتخب الكويتي في الصالات. والحمد لله اليوم تم التحاق بقيه اللاعبين، اليوم المجموعه متكامله وكل شيء مستعد، وان شاء الله عازمين باش نحققوا الفوز في المقابله الاولى ان شاء الله، ولما لا الاحتفال باللقب. الحمد لله كما عرفتي احنا واخدين تو البطل، دينا النسخه اللي دازت في مصر، فكما عرفتي جميع الفرق غيكونوا مستعدين لنا مزيان. فاما المقابله الاولى مع الفريق الكويتي اللي هو فريق كبير عنده لاعبين في المستوى، ويلاه دا مؤخرا بطوله غرب اسيا، فتا هما منتخب قوي وان شاء الله احنا نكونوا لهم ان شاء الله ند بالند. احنا خدامين مع السي هشام الحمد لله، خدامين مزيان وصلنا بخير، خدامين في امور تكتيكيه مزيانه، وان شاء الله غادي نحققوا شي نتيجه ايجابيه نفرحوا بها الشعب المغربي ان شاء الله.